الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلنا الله وإياكم من الفائزين. اللهم لا تحرمنا خير رمضان ولا ثواب رمضان، واجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم يا عزيز يا رحمن. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الحياء من الله سبحانه وتعالى أمر مهم بالنسبة للعبد المؤمن، وكلما زاد العبد في طاعة الله كلما زاد حياء من الله، وكلما زاد العبد في طاعة الله كلما زاد رجاؤه في الله وطمعه في الله سبحانه وتعالى. فالله هو الكريم وفضله واسع سبحانه وتعالى، وعطاؤه لا حد لعطائه جل وعلا، يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى. نحن أيها الإخوة نقف اليوم على وداع هذا الشهر الكريم، نقف اليوم نودع هذا الضيف العظيم الكريم، نودع شهر القربات، نودع شهر الرحمات، نودع شهر العتق من النار، نودع شهر القيام والصيام وقراءة القرآن، نودع شهر الدعاء والبكاء. أيها الإخوة، إن فراق الحبيب صعب، خاصة إذا كنت لا تدري هل سوف تلقاه بعد هذا العام أم لا. ولهذا أيها الإخوة، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في مثل هذا اليوم الرهيب العظيم، يوم جمعة ابتدأ فيه شهر رمضان، ونحن اليوم في يوم جمعة نودع فيها رمضان. يا رمضان، لقد سكنت محبتك في القلوب، كيف لا وأنت شهر قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير والبركة لتمنوا أن يكون كل العام رمضان. يا حسرتاه على قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، هجروا ربهم وهجروا كتاب ربهم، وما عرفوا طريق الله ولا نور الله إلى قلوبهم. أيها الإخوة، من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ يقول قتادة عليه رحمة الله: من لم يغفر له في رمضان فكأنه لن يغفر له فيما بقي من العام. هذا هو شهر الصالحين، هذا هو شهر التائبين، هذا هو شهر الطائعين، هذا هو شهر التالين لكتاب الله، هذا هو شهر المقيمين بالأسحار المستغفرين. أين نحن من هؤلاء أيها الإخوة؟ من لم يذق طعم الطاعة والله خسر البضاعة. من فرط في حلاوة الإيمان فوالله كأن لسانه ما ذاق طعم حلاوة ولا راحة. إن الراحة والحلاوة وسكينة القلب في ظل طاعة الله، في ظل طاعة الله. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله، فيما آتاك الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الدار الآخرة
هي مقصدنا معشر المسلمين، هي مطلبنا أيها الإخوة في الله. ما خلقنا لنكون أشباه الدواب في هذه الحياة، ولكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هذا شهرها وموسمها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الاستمرار على طاعة الله من أهم علامات قبولك في شهر رمضان. أتريد أن تعلم هل تقبل الله منك رمضان أم لم يتقبل منك رمضان؟ هل تقبل الله طاعاتك في رمضان أم لم يتقبلها؟ إن استمرارك على الطاعة دليل على أنك ممن تقبل الله طاعتهم. أيها الأخ في الله، شد الهمة بارك الله فيك، واعلم أن بضاعة الله غالية، سلعة الله غالية تستحق التضحية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جعلنا الله وإياكم من المتقين. اللهم لا تحرمنا فضل رمضان بسبب ذنوبنا. اللهم لا تجعلنا ممن حرم رمضان، نعوذ بك. اللهم لا تحرمنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين، يا صاحب الجود الواسع يا الله. إخواني في الله، انقضى رمضان، يا الله انقضى رمضان بهذه السرعة العجيبة، كأنه بالأمس كنا في أول جمعة من رمضان ونحن اليوم نودع هذا الشهر الكريم. وداع هو ما وداع صعب في الواقع، لأنني كما أسلفت أيها الإخوة، لا ندري هل يأتينا ونحن أحياء أم لا. انقضاء رمضان بهذه السرعة يذكرك بانقضاء العمر، والله إن العمر يذهب سريعا كما أن رمضان ذهب سريعا. لم يبق من رمضان إلا سويعات، فلا تضيعها في غير الطاعات. ما بقي من رمضان هو دقائق أخيرة بين الحبيب والمحبوب، فلا تضيعها أيها العبد، فإنك محتاج لكل دقيقة، محتاج والله لكل دقيقة. ما هي النصائح أو ماذا علي أن أفعل في هذه الساعات الأخيرة من شهر رمضان وأنا أودع هذا الشهر الكريم؟ ماذا علي أن أفعل؟ لقد كان الصحابة والطيبون سلف هذه الأمة إذا جاءتهم هذه الليالي الأخيرة والأيام الأخيرة من شهر رمضان كانوا يكثرون من الاستغفار والتوبة لله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كثرة الاستغفار تدل على صلاح قلب العبد. ومن سنته صلى الله عليه وسلم، لاحظ دائما أنه يختم أعماله بالاستغفار صلى الله عليه وسلم. ينتهي من الصلاة، أعظم لقاء بين العبد وخالقه تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا ليتنا نفقه الصلاة، لب الصلاة ومعنى الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهي قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعندما ينتهي من صلاته صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالاستغفار صلى الله عليه وسلم. لا يجلس مجلسا فيختم هذا المجلس إلا بالاستغفار صلى الله عليه وسلم. لكننا نحن اليوم حياتنا من أولها إلى آخرها خالية من الاستغفار،
وإذا سمعت استغفارا فإنه استغفار في الغالب تقليدي، ليس نابعا من القلب، ليس وراء هذا الاستغفار استحضار لعظمة الله ولفداحة الذنوب. المؤمن يشعر كأن ذنبه جبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه، هذا هو استشعار عظمة الذنب وفداحة الذنب، فيكون الاستغفار نابع من قلب العبد. أما المنافق فإنه يشعر كأن ذنبه ذباب جاء على أنفه، فقال له هكذا، أنه لا يبالي، ليس في قلبه حياة. أيها الإخوة، إذن كانوا يكثرون من الاستغفار. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فهو استغفار لكنه مصحوب بالخوف من عقاب الله أيضا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ولكن توازن، وإن ربك لشديد العقاب أيضا. فيكون العبد خائف راجي، هكذا هي حياة الصالحين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحسن رضي الله عنه يقول: كان السلف الصالح الصالحون السابقون بالإيمان أصحاب الهمم العالية أصحاب الأعمال المستمرة الذين يداومون على الطاعات، لنا فيهم أسوة وقدوة، كانوا يقومون ليلا طويلا يصلون لله سبحانه وتعالى، ثم بعد أن ينتهوا من هذا الليل الطويل الذي أخذوه بالعبادة يجلسون فيكثرون من الاستغفار، يستغفرون الله عز وجل بالأسحار. أيها الإخوة، من هدي الصالحين في آخر أيام رمضان كانوا يكثرون من عتق الرقاب، ونحن في زماننا لا نملك الرقاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له، في اليوم 100 مرة كانت له عدل عتق 10 رقاب من كتبت له 100 حسنة وكانت له عدل 10 رقاب تعتق في سبيل الله. والشاهد من الحديث أيها الإخوة أن الإنسان يكثر من هذا الدعاء خاصة في آخر أيام رمضان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع الإحساس بالقلب، ومع الإنسان يحاول أن يكون له علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وله سريرة بيضاء صافية هي إخلاص وإيمان وعمل وقوة عقيدة وإيمان. أيها الإخوة الكرام، اعلم أن الإنسان إذا أخذ بهاتين النصيحتين، أكثر من الاستغفار وجمع معها شهادة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اعلم أن هذا من أعظم أسباب المغفرة، هذا سبب من أسباب المغفرة والنجاة من النار وكشف الكرب وقضاء الحوائج. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو شعار التوحيد، واستغفر لذنبك. لقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في هذه الآية، وهي نصيحة قيمة أيها الإخوة. خذ هذه النصيحة وباشر بالعمل، أكثر في هذه الأيام من الاستغفار ومن التهليل، وقد جمعها الله عز وجل ليونس عليه السلام وهو في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت،
لا يدري عنه أحد إلا الله. قال تعالى: فنادى في الظلمات، وأنت تعيش اليوم في ظلمات المعاصي، إذا كان يونس رسول الله نادى في الظلمات فماذا تنادي أنت وماذا تقول؟ لقد كان في كرب عظيم. قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهل بعد المعاصي من غم؟ وهل بعد الذنوب والمعاصي والقطيعة مع الله من هم؟ أيها الأخ، أيها العبد الصالح، أيها الشخص، أيها المبارك، لو كان بينك وبين أخ لك قطيعة ما تحملت ذلك ولا ضاق صدرك من ذلك، فكيف بالقطيعة مع الله؟ كيف بالقطيعة مع الذي يرحمك بالليل والنهار؟ خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. أنت لك قطيعة مع الرحمن الرحيم، أما شعرت بذلك؟ علينا بالصلح مع الله، علينا بالصلح مع الله، فإنه لم يبق من رمضان إلا ما يودع به الحبيب حبيبه، لم يبق إلا دقائق أخيرة. أيها الإخوة، قف مع نفسك، عجل بالتوبة، ادعو الله تعالى، لأن الآن أبواب فضله مفتوحة وجناته أبوابها مفتوحة، وينادي المنادي: يا باغي الخير، يا من تطلب الخير، يا من تطلب رضوان الله ورحمة الله، لا تتأخر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى يونس عليه السلام، كيف يصف نفسه: إني كنت من الظالمين. هذا رسول الله يونس، فماذا تقول أنت عن نفسك؟ لقد سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته في سجوده، فقال له: قل يا أبا بكر، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الإخوة، هذا دعاء أبوكم آدم، هذا دعاء يونس عليه السلام، هذا دعاء محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا نحن اليوم لا نعترف بظلم أنفسنا، وزد المصيبة مصيبة ولا نستغفر الله، لا نعترف بظلم أنفسنا. وأعظم الظلم الذنوب والسيئات. ثم الأمر الفظيع أن الإنسان لا يستغفر الله، لا يتعرض لرحمة الله بالدعاء والبكاء. والله ما بعد الحياة إلا الموت وقد ذقت الأولى وانتظر القادمة، ما بعد الحياة إلا الموت. كلام نوجهه لمن اجتهد في رمضان، لو كان هناك رجل قد اجتهد حتى لا ينغر بعمله ولا يضحك عليه الشيطان. أيها الأخ، لقد ذكر الله عز وجل دعاء الصالحين عندما يوفقون للعمل الصالح، ما هي أقوالهم؟ قال تعالى:
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسبوا الهداية والتوفيق والعمل كله لله، ولم ينسبوا لأنفسهم شيئا. فلا يضحك عليك الشيطان ولا يخادعك، بل قل وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واعتبر بهذه الآية التي نزلت في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ انتبه، هذه الكلمة عبدا شكورا مقتبسة من آية. عندما تكلم الله عن نوح قال إنه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا، شاكرا لنعم الله. وأعظم نعمة نعمة الهداية، أعظم نعمة نعمة الطاعة. إذا وفقك الله تعالى فأتى بك وأوقفك بين يديه وجلست راكعا ساجدا تاليا للقرآن، فاعلم أن المنة لله عليك وليست المنة لك على الله. الذي يمن عليك هو الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا أتى بك الله عز وجل ووفقك أن قمت بالطاعة فاحمد الله، فكم من محروم حرم الطاعة وأنت الله عز وجل قد وفقك للطاعة. احمد الله على هذا، احمد الله أن أتى بك لطاعة الله في شهر الله، شهر رمضان، وفقك لذلك. فلا تغتر أبدا، لا تغتر أبدا. يقول تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خير البشر خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. حتى قال العلماء إن هذه الآية هي أشد آية في رسول الله في كتاب الله. يا أيها النبي اتق الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. انظر القرآن كيف يربي صحابة رسول الله، وكيف يربي الأمة، وكيف يوجه الأمة. فلا تغتر بعملك أبدا أبدا. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، في هذه الدقائق والأيام الأخيرة، الساعات الأخيرة من شهر رمضان، هناك زكاة اسمها زكاة الفطر، وهي صدقة طهرة للصائم من النقص الذي يكون في الصيام. فبادر واتق الله وعجل بها، ولا تبطئ ولا تؤخرها. بعض الناس يؤخرها إلى بعد صلاة العيد، وهذا خطأ فادح جسيم جدا، لأنها لم تصبح زكاة فطر وقد انتهى طعم العبادة فيها، فهي أصبحت صدقة من الصدقات، عبادة أخرى. أقصد طعم زكاة الفطر فيها. زكاة الفطر لها وقت، من بعد آذان المغرب ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين إلى أن تبدأ صلاة العيد، فلا يبطئ فيها الإنسان ويبادر. أيها الإخوة، كيف أودع رمضان؟ ودعه وأنت تاليا للقرآن، وأنت مستغفرا لله عز وجل، ثم اسأل نفسك ماذا بعد رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وبعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم تجاوز عن سيئاتنا،
اللهم اغفر ذنوبنا وزلاتنا، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم ارحمنا في يوم العرض عليك والوقوف بين يديك. أيها الإخوة، النصيحة الغالية لكم هي أن تتبع الطاعة بالطاعة. بعد أن انتهى رمضان لا تحرم نفسك من طاعة الله أيها الأخ، فبئس الرجل يكون لله تائبا ثم بعد ذلك يفجر ويعود للمعاصي. إن الحسنات يذهبن السيئات، خير الناس من طال عمره وصلح عمله. فإذا انتهى رمضان فإن الصوم لم ينتهي، هناك الاثنين والخميس، وهناك ثلاثة أيام من كل شهر، وهناك ستة أيام من شهر شوال، وإن انتهت التراويح فإن القيام لا ينتهي. الله ينزل في كل ثلث من الليل الآخر وينادي: هل من سائل فأعطيه سؤله. إياك والمعاصي بعد رمضان، ومن دخل في المعصية دخل في الغفلة. يكفيك أن تعلم أن العاصي حياته شقاء، أن العاصي حياته شقاء، وذل المعصية لا ينتهي، وقبح الذنب بعد الطاعة أشنع. الإنسان كان في طاعة ثم يذنب، ما أقبح هذا. والقرب من الله ثم يأتي البعد تبتعد، يعني البعد عن الله بعد القرب من الله، هذا أمر فظيع. أيها الأخ، لا تخف على حياتك، لا تخف على دراهمك، لا تخف على أموالك وأولادك. إذا أصلحت الأمور مع الله أصلح الله لك كل شأنك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Beste broeders en zusters, vandaag staan we stil bij het einde van de maand Ramadan. Ramadan, de maand van de Koran. Ramadan, de maand van de aanbidding, de maand van de smeekbeden en de maand waarin de gelovigen in tranen staan voor hun Heer. In de betekenis van de hadith is overgeleverd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd heeft dat als de mensen wisten welke voordelen er zijn in de maand Ramadan, dat zij dan zouden wensen dat het hele jaar door Ramadan was. En een van de vrome voorgangers heeft gezegd, dat heeft de vraag gesteld: wanneer zal iemand vergeven worden als hij niet vergeven wordt in de maand Ramadan? En het voorafgaande laat duidelijk zien welke status de maand Ramadan in de islam heeft. En een van de goede tekenen van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala hopelijk jouw daden in de maand Ramadan heeft aanvaard, is dat je na de maand Ramadan doorgaat en door blijft gaan met het verrichten van de goede daden. O Allah, accepteer van ons onze daden van aanbidding gedurende deze maand Ramadan, ondanks onze zonden. De maand Ramadan is snel voorbij gegaan. Nog enkele uren resten tot het einde van de maand. En wees daarom zuinig op deze laatste uren en ga verstandig om met deze laatste uren. Want de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam en de vrome voorgangers waren gewend om vele smeekbeden van vergeving bij hun Heer te verrichten. En het verrichten van vele smeekbeden is een teken van een goed hart. Want de gelovige ziet namelijk elke zonde die hij gepleegd heeft als een zware last, terwijl de hypocriet zijn zonde slechts ziet als een vlieg die hij makkelijk wegwuift. En beste broeders en zusters, weet dat wij de barmhartigheid van onze Heer hard nodig hebben. En er zijn daarom ook vele ahadith, overleveringen die ons oproepen om smeekbeden, om vergeving te verrichten. Dus daarom zoek deze smeekbeden dan ook op, leer ze uit je hoofd en pas ze toe in je leven. De belangrijkste manier om vergeving te krijgen is om allereerst een zuivere tawhid te hebben, om daarna uw Heer om vergeving te vragen.
En neem hierbij het voorbeeld van de profeet Jonas, die opgeslokt was door de walvis en vanuit de buik van de vis riep: er is geen God dan u, heilig bent u. Ik behoorde inderdaad tot de onrechtvaardigen. En dit is de smeekbede van de profeet Jonas. En waarom erkennen wij dan niet? Waarom erkennen wij dan niet als zwakke dienaren welke zonde wij begaan hebben en smeken wij Allah subhanahu wa ta'ala dan ook niet om vergeving? In een andere hadith is bekend geworden dat toen de profeet sallallahu alaihi wasallam gevraagd werd waarom hij zo lang in zijn nachtgebed opstond tot hij opgezwollen voeten had, hij zei: moet ik dan geen dankbare dienaar zijn? En wie zijn wij als wij kijken naar deze voorbeelden in deze hadith? Aan het einde van de maand Ramadan is er de verplichting van de zakat ul-fitr. En het doel van deze zakat, of deze aalmoes, is om degene die gevast heeft te zuiveren van elke onbehoorlijke daad tijdens het vasten. En let erop dat je deze zakat voor het begin van het gebed van de Eid uitgeeft, want na het gebed wordt het bedrag niet geaccepteerd als zakat ul-fitr, maar slechts in liefdadigheid. En stel jezelf op dit moment de volgende vraag: wat doe ik na de maand Ramadan? Hoe ga ik dan door met mijn leven? Want het vasten, wat 30 dagen voorgeschreven is, gaat ook gewoon door. Want je kunt elke maandag en donderdag vasten. 3 dagen per maand vasten. En andere voorgeschreven vrijwillige vastendagen. Na afloop van de Taraweeh blijft het nachtgebed, wat je vrijwillig elke nacht kunt verrichten. En dan volgen hier een aantal mededelingen. Het gebed van de Eid niet in de moskee gebeden zal worden, maar in de zaal van het sportcentrum. En het gebed zal om 9 uur aanvangen en de zaal is open om 8 uur. Daarna afloop van het gebed is er een suikerfeest voor iedereen. Wij nodigen jullie hiervoor uit. En degenen die wat mee willen nemen zijn ook van harte welkom om dat te doen. En wij vragen jullie om vooraf aan het gebed 10 euro te doneren. Daarin en de salat al-Eid gaat inshallah inshallah in de qa'a die al-Riyada in jouw masjid. En de salat inshallah gaat het beginnen met de Saoud. En de salat gaat het openen met de 8. Ook kan tabben van jullie op de tijd. En na de salat inshallah kan er een hafla kleine. En akhiran natlabu minkum al-musa'ada fi hadha al-yawm. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ik vraag iedereen om me door te schuiven naar voren en in te dikken alsjeblieft, want er zijn mensen die buiten nog op de trap staan. Dus allemaal een beetje inschuiven en naar voren schuiven alsjeblieft. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله